اعتداءات على ناس تعبر على رايه في البلاد من وزارة الفيديو دول. خلي تشرح وانا تعطي. صارت اعتداءات على الحريات وعلى حق التعبير، وبالتالي جينا باش نقولوا نحن الحريه جبناها بدمها من الحبوسات من وقت بن علي. هل نعبروا في الشارع؟ واللي عنده ريح يذري عشرة، واللي عنده تنسيقيه يجيبها، واللي عنده كابل امن يجيبه. عندنا كلام، عندنا حجر، عندنا كلام نحبوا نقولوه، ما يحبوكمش تسمعوه. دستور 2019 حتى شيء ما تفوتش حياة الدوانشة. البطل مثل البطل والفقري مثل انت. كان جيت امني راكم مستكفونك ومن ضبط التعليمات. ركزوا ما تعرفوناش فرخها والله الحل، اما تحت الضغط لا فرخها والله نفكوا له الاحتجاج. اما هكا لا. واخر واخر يجي نحن اليوم جينا لهنا باش نعبروا على موقف واحد، وهو رفض هذا الاستفتاء ورفض هذا الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء نهار 25 جويلية. شنو أسباب الرفض هذية؟ فما برشا من الشعب التونسي مساند للدستور. حتى برشا من الشعب التونسي ساند دستور 2014 اللي هو وصلنا للأزمة هذه. نحن نعتقد أنه دستور 2014 ودستور 2019 ما يختلفوش على بعضهم في المضامين الاقتصادية وفي المضامين الاجتماعية وفي المضامين السيادية، والتغيير الوحيد هو في النظام السياسي من حكم برلمان باش يولي حكم رئاسي، اللي هو في تقديرنا ماهوش باش يغير حتى شيء، لأنه بطبيعته كان يحكم الفرد الواحد اللي هو الغنوشي باش يولي يحكم الرئيس الواحد اللي هو قيس سعيد. مادام ما فماش تغيير في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ومادام ما فماش محاسبة للي أجرموا طيلة العشر سنين الفايتة، راه ما عملنا حتى شيء. أنتم شنو هو التغيير اللي تحبوا تراوه في الدستور؟
نحن بالنسبة لنا التغيير راهو أول حاجة تغيير سيادي في سيادة الشعب على كل ثرواته، وفيه فهمتني معناه اقتصاد وطني، الدولة هي اللي تنتج، الدولة هي اللي تصنع الغذاء متاعها، هي اللي تصنع الصناعة متاعها. نحب دولة وطنية معادلة للصهيونية تجرم التطبيع في الدستور هذا على مستوى سيادي. على مستوى اجتماعي نحب صحة مجانية للجميع، نحب تعليم راقي للجميع، نحب زاد التحديد سقف الثروات، لأنه واحد عنده 1000 مليار شنو باش يعمل بهم؟ فماش علاش باش يزيد 2000 و 3000 و 4000؟ حبوا حاجات واضحه في الدستور تغير لحياه نتاع التونسي. هذا الصراع هذا على السلطه جربناه، الصراع على الدين جربناه، هذوما الكل جربناه ما وصل حتى شيء، علاش باش يوصلوا اليوم لحاجه اخرى؟ الشعب التونسي هو بيدو اليوم اللي يشوف في الرئيس هو المنقذ، هو بيدو 10 سنين التالي شاف نهضه يخافوا ربي وباش يحلوا لنا مشاكل البلاد. التغيير ما يتم كان في الاساس الاقتصادي والاجتماعي والسيادي. نحكيوا شويه في موضوع الاستفتاء، توا كنا نراو في مسيره ضد الاستفتاء وضد مسار قيس سعيد، شنو راي؟ والله كل واحد حر، كل واحد حر، اللي يحب واحد يحب، ومن ما يحبوش ما يحبوش، ما يحبوا على الديمقراطية. مسار قيس سعيد هل انت تراه ديكتاتوري والا ديمقراطي؟ يا ولدي يغزل، انا تو بنت عمي راني ولد الاتحاد، تسمع بي نعرف الشباب شو ما فهمناش اللي كان بورقيبة الله يرحمه. اما المله هذه ما رينيهاش، ريت المله هذه، المله هذه البلاد قسموها، قسموها البلاد، البلاد قسموها، كيفاش باش تخدم؟ كيفاش انا مع الاستفتاء باش اي مواطن يولي عنده حق الانتخاب على حسب المشروع بتاع المسوده بتاع المشروع. تحب تمشي تصوت ابن عم ولا لا امورك هذيك. انا واحد من الناس باش نمشي مع الاستفتاء، اما باش شاطب عليهم الزوز لا نعم ولا لا. مازالوا ما يعرفوا حتى شيء، والكل حتى واحد ما هو فاهم حاجه، هو قاعد يخدم على روحه وربي يعينه وربي معاه. انت تشجع قيس سعيد؟ نشجع ومتفائل بما بعد 25. الله اعلم، مش فاهم. الله اعلم. احنا ديما نجربوا تونس، وديما اللي يجي ديما احنا نقولوا ديما اللي يجي خير من اللي يعني خير من اللي يمشي، ونجرب وكا. اما روح كاي فارغه في الاخر، كيف كيف كلهم كيف كيف. كيفاش كيفاش؟ رؤساء في تونس كلهم عباره شيفان شانتي بلغتنا احنا، فرنسا تحكم، هي اللي تعين وهي اللي تحكم، الشعب ما عطى كلمه. احنا خذينا الاستقلال نتاعنا من 56. اكبر كذبه استقلال خذينا، اكبر كذبه، رد بالك، اكبر كذبه. مش باش تقليل، مش باش تقليل، تصدقهاش الكذبه هذه، هذه كذبه كذبها بورقابه ولتو عايشينها. مازلنا مستعمرين، فرنسا هي اللي تحكم، مش مستقلين. ها والشعب ما يحكمش، الشعب ما يحكمش، الشعب قاعد يعطي في رايه. وفما شكون يقول لك انا مع قيس سعيد ونساند قيس سعيد؟ الشعب راهو باش يجي معاه ولا ضد، اثنية ماشي واضحه، ما تكسرش راسك. شنو هي اثنية اللي ترى فيها انت؟ هذيك هي باش قيس سعيد، مش ضده راهو. ليه انا هم الكل ما عجبونيش انا، ان شاء الله يطلع خير. انا مش ضد الاستفتاء ومش معاه خاطر